عادل نتكلم بقى فنيا ومن خلال الارقام. دكتور احمد قول لنا يعني اهم بيتكلم عن اهم الارقام والثمان مباريات اللي قضاهم في الدوري ونطلع بيهم من اسئله فنيه للكابتن عادل. احنا قلنا ان هم لعبوا 8 مباريات مع جاموندي، كسبوا 5 اتعادلوا 3 وخسروا ما خسروش ولا ماتش، وجابوا 15 جون واستقبلوا 6. قلنا ان هم برضو حافظوا على نظافه شباكهم ماتشين بس من الثمانيه. لو اتكلمنا على التشكيله المتوقعه للوداد او ايه الابرز او طريقه اللعب اللي بيلعبوا بيها، هم بيلعبوا 4-1-4-1 مع المدرب جاموندي، بعض الناس بتشوفها 4-3-3 او 4-1-4-1 بالظبط. في حراسه المرمى احمد رضا التجناوتي اللي حارس المرمى اللي هو رقم 26 عنده 24 سنه وده انضم المنتخب المغرب مؤخرا يعني. الاثنين المساكين المتوقعين صلاح الدين السعيدي. صلاح الدين السعيدي اصلا لعيب ارتكاز، هو اكبر لعيب الفريق، كان ديفندر، هو اصلا لعيب ديفندر ارتكاز بالزبط. هو الافضل يعني اكبر لعيب الفريق سنا في التشكيل الاساسي. لكن احمد انت ممكن انا باسف اقطعك بس ممكن تقوم تقف هنا على الفيديو عشان نشوف اكتر معاك، صح كده؟ تمام كده نشوف اكتر بقى مع الناس كمان. كابتن عادل اتفضل. احمد رضا التكناوتي في حراسه المرمى. ايوه. الاثنين المساكين صلاح الدين السعيدي وابراهيم نجم الدين، دول الاثنين يعني ايه زي ما بنقول كده ان هو في عندهم غيابات في خط الدفاع، ممكن يشارك اشرف داري وابراهيم كمارة، دول الاثنين الاساسيين. ابراهيم كمارة اشرف داري بقاله سنه ما لعبش، عنده رباط صليبي ولسه راجع، ده مش هيلعب اكيد. والثاني ابراهيم كمارة بقاله شهر ونص غايب، وممكن يعني ممكن يكون في مفاجاه ان هو بيجهزه، حتى لو في مفاجاه مش هيبقى جاهز 100%. مش هيبقى جاهز 100%. محمد رحيم برضه، ومحمد رحيم مش مقيد افريقيا، مش مقيد لا، رغم ان هو المساك الاساسي بتاع الفرقه. فبالتالي انت عندك صلاح الدين السعيدي مش مساك اصلا، وابراهيم نجم الدين مش بيلعب برضه في الفتره الاخيره. فعندهم الاثنين المساكين ده انت لازم تضغط عليهم من بدري تخلص الماتش. دي الحته الفنيه هاخد منك وهكلم الكابتن عادل. وكمان بالنسبه للاثنين سرد باكين، هو بيتكلم كمان على اكبر سنا يعني صلاح الدين السعيدي 33 سنه شويه، عايزين حد سريع. فدي كلها ترجمه. طب ممكن مروان ولا بادجي؟ بادجي عنده سرعات، مروان هتفرق في اختيارات، هتفرق في اختيارات. وممكن اجاييه، او ممكن اجاييه ممكن يخش شادو سترايكر، ممكن اجاييه يبقى موجود. يعني خلينا نكمل. اتفضل. الباك الشمال يحيى عطيه الله، طبعا في بدري كادرين بس مش موفق في الفتره الاخيره، فاللي بيلعب اساسي هو يحيى عطيه الله. اللي قدام الارتكاز الوحيد يحيى جبران، وهو اللي بيغطي المساحه دي. هو يحيى جبران اصلا لعيب زي السوليه، بوكس تو بوكس، بيكمل لقدام دايما، ولكن المدرب ده وظفه كلاعب هولدنج ميدفيلدر او لعيب قطع كرات قدام الاثنين المساكين بيديهم الحمايه. يحيى جبران بقى يعني طبعا هي دي نقطه ضعف، من ان هو لعيب ارتكاز واحد بيغطي المساحه دي كلها بتبقى مع عدم قطع كلامك يا احمد. هو ساعات واحد من الاثنين اللي يعني يا وليد يا ايمن ساعات بينزل جنب، بس الاثنين قدراتهم الدفاعيه يعني مش نفس يعني مش جامدين قوي دفاعيا. سواء وليد الكارتي طبعا لعيب خبره كبيره، ولكن هو في الماتشات الاخيره بيمر بسوء توفيق، مش في حالته قوي. وايمن الحسوني اصلا مهاجم وتم توظيفه كصانع العاب، فانت عندك الاثنين دول دفاعيا مش جامدين قوي يعني مش مشكله زي ما قلنا في الحته دي. تمام. ايمن الحسوني ده يحيى جبران مميز بلعب الضربات الجزاء، ايمن الحسوني مميز بلعب الضربات الثابته والتسديدات من بعيد، هو المتخصص لعب الضربات الثابته بتاعتهم. نيجي للثلاثه اللي قدام، ودول اخطر ثلاثه في الوداد من المغربي. نقاط القوه اسماعيل الحداد وبديع اسماعيل أوك. الحداد الجناح الشمال، بديع اوك الجناح اليمين، وقدام المهاجم الكونغولي اللي لسه كان بيلعب دلوقتي مع منتخب الكونغو قدام منتخب المغرب كاسينجو كزادي كاسينجو. دول الثلاثه اللي قدام طبعا اقوياء جدا وسرع، يمكن هم حتى في عمليه تحضير الهجمه بيعتمدوا دايما ان هم بيجمعوا اللعب ناحيه اليمين ويحاولوا ان هم يعملوا التمرير الطولي. يحيى جبران بينزل دايما مع الاثنين دول ويعملوا نوع من المثلث هنا، وتيجي تلاقي التمرير يحيى جبران هو اللي بيحضرها على اسماعيل الحداد. دي اول لعبه في عندهم في تحضير الهجمه الناحيه دي. هل الناحيه دي هتحط مثلا عندهم الجبهه دي اليمين دي قويه قوي يعني، الناس كلها بتتكلم على اسماعيل الحداد، ولكن الناحيه اليمين بديع اللي هو جبهه شمال النادي الاهلي، ده اخطر مصدر صناعه الفرص في الوداد المغربي هو بديع اوك. واحنا يمكن معانا ارقام وهداف كمان، ده احرز 5 اهداف كمان في الدوري يعني. انت بتتكلم كابتن عادل كمان، انت بتتكلم على الجناحين بديع اوك واسماعيل الحداد ومعاهم كازونجو، دول حطوا تقريبا 20 هدف في الدوري، فدول الثلاثي اسماعيل الحداد واخد. فانت لو عندك رؤيه تحليليه برضو يعني اشرحها لنا برضو كابتن عادل. يعني احنا الناس كلها بتتكلم على اسماعيل حداد ان هو اللي واخد الشو كله من الفرقه، هو نجم الشباك الاول عندهم، ولكن مش هو الاساس. الاساس بديع اوك. بديع اوك لعيب سريع جدا، لعيب خططي جدا، بيعرف يتحرك بشكل كويس جدا. اللي بيزود قوته هو عبد اللطيف نصير. الاثنين دول بيعملوا جبهه
بديع اوك بيعرف يستلم في المنطقه دي، المنطقه اللي هي دي الهاف سبيس اللي جوه المنطقه اللي خلف الاثنين دول، اللي هو دي برده عندها مشكله على الطريق اللي هو اللي عنده زي عند وليد الكارتي وايمن الحسوني. دي دي من المناطق اللي انا بنتكلم عن المناطق نقط القوه عندهم الاول. بديع اوك بيتحرك بره كويس جدا، عنده نقطه لازم ناخد بالنا منها جدا ان هو والكره مش معاهم ما بينزلش قوي، بيعلق قدام، بيعلق سنه، ممكن تلاقيه كمان مسابق راس الحربه، بيعملها بذكاء شويه. ممكن تكون هو اعتقد ان هي مقصوده ان هي اتكررت في ماتشات كتير جدا، ودي حاجه من الحاجات لازم ناخد بالنا منها لو احنا بنهاجم من ناحيه الشمال. لازم انت بتتكلم على علي معلول، ممكن جدا يكون في بعض التعليمات ان خلي بالك يا علي، يعني احنا ودي مش عندي علي بس كابتن عادل معانا الخريطه الحراريه لو طبعا تاكيدا لكلام كابتن عادل. المشكله مش عند علي بس، انا علي وارد ان هو هيتقدم، بتتكلم على الطرف بتاعه على الجناح اللي قدامه، الجناح لا، وكمان الاثنين المساكين الاثنين اللي سنتر باك، لو واحد لو احنا مركزين في الحته دي قوي لازم يبقى في ميل شويه، لازم ما يبقوش في قلب الملعب قوي، لازم يبقى في ميل شويه تحسبا، لان احيانا كتير جدا بديع اوك ده بيعلق وبيسيب الناس بتشتغل على عبد اللطيف نصير. وبرده في نقطه مهمه جدا، عبد اللطيف نصير لعيب مميز، لعيب دفاعيا قوي جدا، مميز من دفاعيا، اقوى اللعيبه دفاعيا في الفرقه دي، تكتيكيا بيتحرك بشكل كويس جدا. مش سهل تلعب عليه واحد على واحد. وعنده نقطه كمان مهمه، لو ما ركزتش معاه واحنا شغالين وانت بتدافع، لو ما ركزتش معاه بديع اوك بيشتغل في الهاف سبيس دي كويس جدا، وعبد اللطيف نصير ما بيضيعش وقت، على طول موجود في ناحيه في اللي فيها المنطقه. انت لو بتتكلم كده واحمد يشاركنا الموضوع، انت لو ناخد المعلومات اللي انتوا بتقولوها دي ونحولها لنقط فنيه للنادي الاهلي، يبقى احنا عندنا مش عندنا مشكله، لكن لازم نخلي بالنا من ناحيه لازم. علي معلول لازم. بتتكلم على علي معلول، بتتكلم على السرد باك اللي جنبه اللي احتمال يكون ايمن اشرف، بتتكلم كمان على الطرف المهاجم اللي ممكن جدا يكون في المنطقه ديت، ممكن يكون حسين الشحات، ممكن يكون اهم يعني دور، يعني اهم اثنين في المباراه دي، اهم اثنين اللي هينجحك اللي هيكسبك بطوله افريقيا هم الجناحين بتوعك. مش هجوميا هم هيجيلهم فرص، وعندهم الفرقه عندها مشاكل كتير جدا في المناطق دي، المنطقه دي والمنطقه دي، لو اللعيبه بتاعتنا دخلت لجوه كتير، لو حسين او كهربا او دخلوا استلموا هنا عندهم مفيش مشكله، يعني هيبقى في مشكله كبيره قوي عندهم. عبد اللطيف نصير ذكي جدا، ساعات بيدخل هنا وساعات بيسيب المنطقه دي كلها فاضيه لو مفيش حد. طب بديع اوك ما بيرجعش يساعد معاه، يعني هو بيرجع بس مش هم برضو عندهم نفس مشكله عندنا، احنا بنتكلم في الجناحين عندنا، هم نفس مشكلتهم في الجناحين عندهم. اسماعيل حداد نادرا لما بيرجع، لو انت تلاحظ الشيب بتاعهم هم بيتشغلوا كل فرق الكبيره بيبقى الشيب كلهم الناس كلها تحت الكوره، تحت الكوره حتى لو بيعمل ضغط عالي مزبوط. او بيعمل زون لازم كلهم تحت الكوره. لو جيت شفت يعني مشاهد ليهم كتير، المنطقه دي كلها ممكن يبقى فيها سبعه ودول معلقين، يعني الفرق يعني ممكن يعلق ثلاثه الجناحين وراس حربه. دي نقطه مهمه جدا لازم طب احنا كنا دكتور احمد وقفنا عند نقاط القوه عندهم الاثنين. ايوه عند اسماعيل الحداد تحديدا بقى مميز بحاجتين قوي في الفتره الاخيره. اكتسب خبره كبيره جدا في الفتره الاخيره ان هو كمان بقى بيجيب اهداف براسه بضربات الراس. مميز قوي اسماعيل الحداد ده بالتحركات القطريه اللي هي ما بين المساك والباك ما بين مثلا احمد فتحي وما بين ياسر ابراهيم. دي اخطر حاجه على النادي الاهلي، دايما هم بيحضروا بديع اوك بيتعلق ورا علي معلول وبيعمل العرضيه، اسماعيل الحداد دايما بيقطع كده. مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من التحركات القطريه، يعني لو استعرضنا اهداف اسماعيل الحداد هنلاقيه. طب دكتور السؤال برضه، هو القطع القطري دوت ساعات يبقى لو بيبقى بيزيد على الزاويه على القائم البعيد لو كره طرف اليمين عند وديع، لكن ممكن جدا والكره في نص الملعب القطعه دي بتكون اخطر كمان، يعني لو واحد في نص الملعب وهو قطع القطعه دي ما بين لو مثلا احمد فتحي او محمد هاني وياسر ابراهيم، فدي بتبقى اخطر. يعني دكتور هات الهدف هتلاقي الهدف اللي معانا. اتكلمنا عن اسماعيل بقى الحداد، لانه اسماعيل الحداد اهو بص حضرتك ده بقى مميز جدا بضربات الراس الفتره الاخيره. اكتسب الحته دي واكتسب حته التحركات القطريه، يعني لو شفنا الهدف اللي بعد ده هنلاقيه ازاي اتحرك ما بين، يمكن ده هدف من ضربه ركنيه، هم مميزين بصراحه في الضربات الركنيه والضربات الثابته ودي حاجه لازم نخلي بالنا منها. طبيعي ده برده من الاهداف اهو. بصي هتلاقي ان هو بديع اوك، الجمله اللي بكلم عليها بديع اوك اهو، تلاقيه عمل الاوفر، عمل العرضيه او باظه لايمن الحسوني، ده ايمن الحسوني اللي معاه الكوره بيباظ للكارتي، الكارتي بيعمل الاوفر لمين؟ اسماعيل الحداد اللي قاطع ما بين الباك والمساك. دي اهم نقطه عندنا، لازم محمد هاني او الباك اليمين او احمد فتحي. التغطيه العكسيه بتتكلم، التغطيه يعني العكسيه مهمه جدا. بص اسماعيل الحداد بيعمل ايه؟ بيتحرك هو والاهم يا دكتور برده في نقطه مهمه جدا، لازم اللعيب اللي بيشتغل اللي بيعمل كروس باس لازم ما يبقاش عنده وقت على الكوره،
دي نقطة مهمة جدا عشان امنع الثانية اللي الدكتور بيتكلم عليها ان هم بيشتغلوا بدماغهم كويس. لازم لازم اشتغل على الكرة دي من البداية. يعني عبد اللطيف يضغط عليه بسرعة يعني. لازم حتى لو ما فيش ضغط سريع لازم يبقى المسافات قريبة، لازم المسافة بيني وبين الراجل اللي بيعمل الكروس ما تديش مساحة يعني عادل اللي يعمل الكروس يعني. لازم، لان انت لو سبت لهم اديتهم وقت على الكورة لا هيتعبوك. ان الاثنين اللي بيشتغلوا كويس جدا بدماغهم اسماعيل حداد وكزادي، وكمان بيكمل معاهم وليد الكارتي. وليد الكارتي بيلعب معاهم اكنه بيلعب فيرو التالت، وكمان ايمن الحسوني اساسا عنده مواصفات راس، هو راس حربه. فانت بتتكلم على انت بتتكلم على الخماسي اللي قدامي، انت بتتكلم على خماسي عندهم هجوم. نزعه هجوميه كبيره جدا. فدي نعلق عليها ان احنا لازم يكون عندنا زي ما احنا بنقول وشفناه في المباراه اللي فاتت، عندك المسافات قريبه جدا من بعض، ما تديش مساحات للعيب انه ممكن بالزبط. يطلع الكروس. والناحيه الثانيه انك ممكن تعمل كاونتر اتاك كويس، كاونتر اتاك، وانت كمان في بنايه الهجمه. بالظبط، في بنايه الهجمه كمان احنا عندنا حاجه ميزه ممكن نستغلها. هم عندهم نقطه قوه وفي نفس الوقت نقطه ضعف. نقطه القوه في وليد الكارتي والحسوني بيعرفوا يضغطوا كويس جدا. يعني لما بتشوفهم بالشيب الشيب اللي قال عليه الدكتور احمد، ال 4 1 4 1 بتبان قوي، اللي مبينها هي الطبيعه 4 3 2 3 3 2 4 3 3 بس مبينها قوي ان هي 4 1 4 1 وليد الكارتي وايمن الحسوني مزودين قدام قوي، بيضغطوا قوي بزياده. فالمناطق دي اللي الدكتور برده اتكلم عليها في نقطه كويسه، ان الراجل ده بيغطي منطقه كبيره جدا لوحده، والاثنين دول مع الراجل ده بالذات ما عندوش الذكاء الزايد انه يقدر يخش امتى يقف. يعني الراجل ده لما بيكون موجود لوحده الاثنين دول ممكن يشتغلوا جوه، والاثنين الوينج اكنهم بيلعبوا بسته. انت عارف كمان ممكن دي هنستغلها ان ممكن الاطراف تخش، وممكن خلي بالك ممكن الاطراف تخش ولو الباك دخل معاه. دي بقى مهمه كمان راس الحربه انه يخرج في الحته ديت، ما انت مهم كمان جدا انك تلعب في الفراغات. يعني لو على سبيل المثال حسين الشحات مثلا من ناحيه اليمين دخل لجوه ودخل معاه الباك، لازم الحته دي تبقى الحته دي بالظبط، الحته دي سهله بالظبط. الحته دي بادجي بيعرف يتحرك فيها كويس جدا، بادجي مميز جدا في القطع ده. في الحته دي، الحته الثانيه لا مش احسن حاجه فيها، لكن في الحته دي بادجي بيتحرك فيها كويس. واجاييه انا شايف ان اجاييه ممكن يكون انسب واحد للمباراه دي لو الاجنحه جاهزه، لان اجاييه بيعرف يتحرك كويس، بيعرف يتحرك في الاماكن اللي تعرف تاخد فيها لعيب معاك عشان تفضي لحد تاني. هو مميز جدا في الحته دي. فاعتقد لو احنا جاهزين، لكن اعتقد ممكن يبقى عندك كهرباء ورقه معاك وارد. بص يا كابتن عادل، اللي هو دي كلها اجتهادات احنا بالزبط. بنقولها ودي افكار يمكن، وطبعا موسيماني اكيد عنده رؤيه افضل، بس احنا بنجتهد ونشوف توقع ممكن يعني نتوقع ممكن ايه اللي يكون ممكن يكون ايه. اتكلمنا عن اسماعيل الحداد من نقاط القوه في الوداد، كمان بديع اوك برضه بالتفصيل. بديع اوك هنا سؤال ان بديع اوك مصدر صناعه الفرص، هل نبدا بعلي معلول ونديله تعليمات ان هو ما يتقدمش كتير، ولا نبدا بايمن اشرف مساك، ولا نبدا بعلي معلول ونحط ثلاثه ارتكاز؟ هي دي الفكره، عشان لازم تعمل ستاره دفاع، لان نقطه قوه الوداد زي ما قلنا ثلاثه ارتكاز صعب شويه. انا بشوف بصراحه الافضل ثلاثه ارتكاز من وجهه نظري، يعني سوليا حمدي فتحي اليو ديانج، ثلاثه في وسط الملعب، اليو ديانج يبقى في وسط الملعب، وسوليا يروح على ناحيه الشمال، بحيث ايه ان انت تستغل معلول في الهجوم وتعمل مثلث. يعني يبقى في ثلاثه، يبقى في عمرو السوليا، يبقى في علي معلول، وقدامه مثلا اجايكا جناح، يبقى انت عامل ثلاثه على بديع اوك. طب ما الفكره وتغطي مشاكل الاجنحه ممكن جدا. حل تاني ان انت زي ما انت قلت يا كابتن عادل، ان ممكن جدا في الحاله الهجوميه علي معلول بيزيد، لكن السيرد باك ايمن اشرف يكون مايل شويه، ويكون مش لازم يبقى ايمن ومحمد احمد فتحي مثلا وهاني هم اللي طايرين. يعني في وجود مثلا علي معلول طاير، يبقى هيقف سيرد باك ومعاه سيرد باك تاني، والباك العكسي يبقى واقف شويه، يبقى عندنا برضو الثلاثه موجودين بيامنوا بشكل كويس. ممكن طبعا. وكمان يعني لو بصينا على ارقام بديع اوك، الرقم ده مهم جدا، اكتر لاعب في فريق الوداد بيمتلك معدل صناعه فرص لزملائه، بيصنع 1.7، يعني بيصنع فرصتين في الماتش الواحد، واكتر لاعب عنده معدل محاولات 2.3، اكتر لاعب بيصنع واكتر لاعب محاولات، دايما تحركاته هتبقى في ظهر علي معلول، فهنا لازم يكون في حذر من تحركات بديع اوك في ظهر علي معلول. دي نقطه مهمه جدا. النقطة الثانية، لو استعرضنا برضو أرقام إسماعيل الحداد السنة دي مسجل أكتر أهداف، أكتر تسجيل أهداف في تاريخه مع الوداد. يعني في جدول عاملينه كده للأرقام إسماعيل الحداد، كان معنا قبليها هنلاقي إن هو مسجل اللي هو هنلاقي في جدول كده، هو مسجل السنة دي 7 وصانع 5، فده رقم كويس جدا، بيأكد إن هو تهديفين على المستوى التهديفي، وبديع صانع 5 فترة وبديع صانع 5، بديع مميز، وإسماعيل حداد مميز جدا. الثالث بتاعهم ما ينفعش ما نتكلمش عنه، كزادي كاسينجو مميز جدا بالتحركات على القائم القريب،
معانا يمكن ليه هدف، لو استعرضنا الهدف بتاعه بيقطع على القريه بشكل كويس جدا، مميز هو راس ماله ضربات الراس. بيلعب بدماغه كويس، بدماغه كويس جدا، يعني هو مميز جدا في ضربات الراس. وبالتالي انت لازم الاثنين المساكين يخلي بالهم، كاسينجو من الناس اللي بتسرق المدافعين، يعني ايه؟ يعني بياخد خطوه لورا، يضحك على المدافع، يعمل ان هو هيجي على البعيده وبعدين يقوم جاري. على فكره مروان برضو عندنا اهو في عنده الحته عنده ميزه في الحته دي يمكن بعض الاهداف معانا. ده هدف ده اسماعيل حداد اللي بعده. نجيب الهدف اللي بعده. اللي بعده برجاوي ايه؟ ده برضو هدف اسماعيل حداد استعرضناه. اللي بعده برضو هنلاقي هدف لاسماعيل حداد تاني. ده يمكن شكل ال 4-1-4-1 قدامنا. ادي الحسوني والكارت الاثنين اللي في وسط الملعب، اللي قدام يحيى جبران والحداد بيقطع زي ما اتكلمنا عليها. تحركات القطريه الخطره جدا بتاعت اسماعيل حداد دي لازم الباك اليمين يخلي باله منها، سواء بدا باحمد فتحي سواء بدا بمحمد هاني. التحركات دي واسماعيل الحداد برضو احنا دايما متعودين ان الجناح اللي بيلعب برجله الشمال بيلعب ناحيه اليمين عشان يخش لجوه. لا هنا اسماعيل الحداد بيلعب العكس، بيلعب ناحيه الشمال. أوكي. ومميز فيها، يعني مميز فيها. دي يمكن الهدف اللي بعد كده بقى هنلاقي ده هدف ده البديع اوك. دي الجمله اللي كان كابتن عادل بيتكلم عليها، الهدف اللي بعد ده اللي هو بديع اوك دايما بيبقى مرحل لقدام ودايما بيكمل في الهجمه المرتده. الفكره اللي كان كابتن عادل بيتكلم عليها ان هم دايما عندهم ثلاثه دايما معلقين في الهجمه المرتده. دي شكلها كاونتر اتاك، دي جايه شكلها كاونتر اتاك. نفس الهجمه المرتده بالظبط، وبديع اوك هو اللي قاطع في ظهر كاسينجو. ادي كاسينجو وبديع اوك مميز جدا في الهجمه المرتده والفينش بتاعه حلو. هو انا بشبهه بحسين الشحات عندنا، يعني بديع اوك قريب جدا من حسين الشحات. توقيت استقبال الوداد للاهداف دي برضو نقطه من نقاط الضعف يا دكتور. طبعا توقيت استقبال الاهداف طبعا من نقاط الضعف. ربع ساعه الاخير عندهم مشكله. بص اهو ده دي الحته اللي بتلعب بدماغه كويس. هتلاقي ارجع للهدف ده، بص ارجع للورا، ارجع لنعيده. بص كسادي كسادي بيعمل ايه؟ ضحك على المدافع راح على البعيده وبعدين قاطع على القريبه. يعني هو بيحب دايما يروح القريبه. بس بيضحك على المدافع بيهوش وبعدين يقوم بيعمل بياخد الخطوه دي. وده اللي نجح اسماعيل حداد. بيعرف يحط له ان تايم، بيعرف يفضيله كويس. لا بيعرف يفضيله القطعه دي هي اللي بتفضي لاسماعيل حداد. هنترجم ده دكتور احمد لعادل، نترجم ده لحاجه مهمه جدا انت كمان تترجم لنا كمدير فني او كمدرب كبير. انت لو يكون عندك واحد بيلعب على عرضه قريبه كويس وراس حربه بيقطع كويس، فانت اعتقد التعليمات مش هتبقى للسردباك اكتر منها للي يمنع الاوفر. ما هو ده يعني اتكلم فيه، هدي دي حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ان لازم ما يبقاش في حد من على الاطراف. هم مميزين جدا على الاطراف، لما بيصوروا على الاطراف بيشتغلوا بشكل كويس جدا. ما يبقاش حد عنده وقت على الكوره، بمعنى ان انا لازم التوقيت بتاعي يبقى مثالي في ان انا اروح اضغط على الخصم، وان انا ما اروحش اضغط وابيع نفسي، لازم اروح اقف. صح. لازم يبقى المسافه بيني وبينه ما تعديش ال 3 ياردة او ال 2 ياردة بالكتير قوي. دي نقطه مهمه جدا ان هم مميزين. عبد اللطيف نصير كمان مميز جدا. يحيى عطيه برده لعيب كويس على فكره. احنا بقى يعني هو عنده مشاكل دفاعيه كتيره جدا، ولكن سريع جدا في التحول من الدفاع للهجوم. سريع جدا بيتحرك وعنده الفوتورك بتاعته عاليه جدا. واضح كمان ان راس الحربه سريع، شفناه عنده قوه وسرعه. هم التلت الاخير مرعبين. خلينا نتفق ان هم من احسن الفرق اللي موجوده في افريقيا في التلت الاخير، ولكن عندهم مشاكل كتيره جدا دفاعيه.